السلام عليكم ورحمة الله. يقال إن الحكومة الصينية عندها طريقة لتعذيب المساجين، والله ما أدري الحكومة الصينية الحالية ولا حكومة ماو، كانوا يستخدمون طريقة لتعذيب السجناء، يدخلون في زنزانة ويجيبون ماسورتهم فوق راسه، يتنقط على راسه ماء بارد بين القطرة والقطرة دقيقة واحدة بس، فقط قطرة تنزل على راس السجين ماء بارد، السجين ينتظر هالقطرة دي، ما بين القطرة والقطرة دي ينتظر أنها تنزل فقط، يعذبونه بالانتظار هذا فقط. وبهالطريقة دي يصبح السجين مجنون، بعد أيام يفكونه ويطلعونه ويكون ألغوا عقله وانتهوا منه وفكوه في الشوارع. تخيل نقطة ماء بارد بس 10 أيام أو 15 يوم ويصاب بالجنون. تخيل هذا فعلا ماء بارد. تخيل انك بانتظارك للاخبار السيئه اللي تجيك كل دقيقه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي انه مو بعيد انه يجيك مجاعه الصينيين. نصيحه، اغلق ما بين عقلك وانتظار هالاخبار السيئه ذي، حاول تقفل الباب هذا وتريح هالدمجه. الاحداث لن تتوقف والكون لن يتغير والدنيا ماشيه. نصيحه، ما عندك الا هالعقل، حافظ عليه طول شغلك. سلام عليكم.